زون 73. مش نرجع بكم الحادثة عاشت عليها ولاية المنستير والجمهورية التونسية. نزول 3 من القضايا من الإرهابيين متعلقة بهم قضايا إرهابية إلى مركز الكوفيد بلس بالمنستير. واحتجاجا على الوضعية هذه وغياب الأمن فإنه هدوا بالاستقالة أو قدموا استقالتهم وإلا ما زالوا متواصلين شديدين صحيح في الاستقالة. الطاقم الطبي كامل للسنتر كوفيد بلس بالمنستير بأكثر التفاصيل باش نعرفوها مع ضيفنا اليوم دكتور الرابحي وهو دكتور متعاقد مع وزارة الصحة قصد إزداء الخدمات في مركز الكوفيد بلس بالمنستير. دكتور أهلا وسهلا بك. نشكرك على تدخلك معنا. شكرا جزيلا، تحية لك كيف مستمعين. خلينا نعاود نرجع بيك انا، شنو اللي صار بالضبط في الويكاند وبعد يعني نرجع تدريجيا للتطورات؟ دونك احنا مجموعه من الاطباء كادر ميديكالي باراميديكال نخدموا في سنتر مرادي كوفيد بوزيتيف في المنستير. جد انه يوم الجمعه مع الاثنين نتاع الليل كنا في اطار مزاوله نشاطنا، فوجئنا بانه قدمت وحده متنقله طبيه سامي 01 تتبع سامي 01 حامله لثلاث اشخاص مصابين بفيروس كورونا حسب اللي يدير نتاع الفريق الطبي المرافق، ورفقه بوحده امنيه من البرجاني. قاع استقبال المصابين الثلاثه امام ما معناه تفاجئتوا ما تمش اعلامكم، لانه احنا لا يتم الاعلام، فما تصير برشا مرات انه ما يتمش الاعلام من الاطار الطبي لانه فما ان ترونسفير دي مالات، خاطر تصير سيروره العمل نتاعنا تقوم اساسا على ان نستقبلوا مرضى من الادارات الجهويه الكل. ما يتمش اعلامكم في العاده معناتها عادي؟ في العاده المتعارف عليه انه تطلع لنا ان فيشينياليتيك اللي تحتوي اسم المرضى وفيه ان كونفيرماسيون اللي العباد هذوما بوزيتيف واللي هما حاملين فيروس كورونا. وما جاتكمش هذه؟ جاتنا انفيسينياليتيك بعد ما جات السامي تحتوي على اسامي زوز. وقت حلينا الامبيلونس وشفنا الامبيلونس لقاو اللي فيها ثلاثه من الناس، واحد ما عندناش الهويه نتاعو، وقالوا لنا الفرقه الاطار الامني المرافق قالوا لنا اللي هذوما ثلاثه من الناس متعلقه بهم زوز متعلقه بهم شبهه ارهاب، واحد محكوم عليه بالاعدام شنقا في ليبيا وهو مسجون في سجن بنغازي من 2011 اللي هو الانسان الثالث ما عندناش عليه. هما ثلاثه اشخاص، دونك اثنين متعلقه بهم شبهه ارهاب دون حكم بات موجودين منذ شهرين في 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 السجون التونسيه، واحد اللي هو السيد هذا اللي ما عندناش فيه في سينياليتيك حسب اللي يدير نتاع الاطار الامني اللي هو كان محكوم بالاعدام في ليبيا وقعد ترحيله من ليبيا وحاجه كما هكا منذ 2011 هو في السجون في بنغازي. منوتي وقت اللي جاوكم؟ جاو ثلاثة منوتي في الامبيلونس. دونك احنا ما عندنا الاستاذ شوقي الصيف اللي هو المتكلف بالسونتر الكوفيد هو اللي قلنا نستناو احنا دكتور شوقي ونشوفوا اسكو ما عندناش فيهم في سيناريتيك، دونك ما نقبلوش، انا ما عندي حتى بروف اللي الانسان هذايا اولا حامل دون كونه هو متعلقه به شبهات الارهاب، ما عندي حتى بروف اللي هو حامل الفيروس. باهي شنو اللي صار؟ دونك قعدنا نستناو، دخلوا قلنا ثلاث اربع سنه اللي في سينياليتيك ونسقوا مع الجهات الامنيه ونشوفوا شنو هي الحكايه، معناها يبقى اعلام الوالي وكل شيء. اونتر تون دخلنا نمارسوا في ليزاكتيفيتي نتاعنا انهم لي دو ميدسان دو غارد دخلوا يعملوا لي بريليفمون دو كونترول نتاع لي باسيون اللي هما نعملوهم في الليل. وقع حلوا لهم لي منوت لي تروا باسيون هذوما وهبطوهم ومشات الامبيلونس، دونك قلنا احنا ماشيش هكا، استنى الامبيلونس قلنا استنى دكتور استنى شوي. وي قاعد نسمع قاعد معناتها اللي سمعته ماهوش غلط، نحاولهم لي منوت وخلوهمكم في الاوتيل ودوروا على رواحهم. دوروا على رواحهم، احنا اللي بيبورتي ما خرجوهمش خاطر احنا ما عندناش فيهم ما عطيناش فيهم اوكي اللي احنا باش نرقدوهم لهنا. اولا لانهم هما ما نش متاكدين. شنو خلوهم في البهو معناتها؟ خلاهم في الباهو نتاع الوتيل والعباد هذوما ثلاثه هبطوا يسجوا معناها من الامبيلونس، هبطوا يسجوا من الامبيلونس ما عندنا حتى مشكله، اما هذا احنا نعتبروه نوع من الشو والارهاب خاطر استنى دكتور خلينا نفهم حاجه تو نجيو في النقطه، معناتها كي هبطوهم ودوروا معناتها لا دخلوا للوتيل خاطر لي بورتي نتاع الوتيل وجماعه الامن والجرجين يمشوا على رواحهم معناتها لا قاعدوا يستناو قدام باب الوتيل. باهي قاعدوا يستناو قدام باب الوتيل، اثر
دونك قلنا احنا راهو هذوما يلزمهم يرجعوا للامبيلونس يرجعوا من اوتي وحتى نشوفوا شنو هي الوضعيه هذه شنو هو المخاطر احنا ما عندنا حتى علم حتى حاجه من الحكايه هذه. اونتر تون قال نثبتوا احنا نتناقشوا مع الايطار الامني نفهموا في الحكايه وشكون العباد هذوما وعلاش جاوا وكل شيء وقتها تيقن اللي هما عندهم قضايا نتاع ارهاب وحاجه كما هكا. دونك استنينا الدكتور شوقي اونتر تون جاء الدكتور شوقي للصيف وقال هذوما ما يهبطوش حتى نشوفوا شنو هي الوضعيه. صارت ضغوطات ولا اتصالات هاتفيه ولا هو قالوا لازم يهبطوا لازم يدخلوا لازم يقعدوا الغادي مصابين بالكورونا. ضغوطات تليفونات من شكون على شكون ضغوطات وتليفونات؟ انا ما عندي حتى فكره. اوتوكا صار انه احنا لازم نقبلهم في السونتر من حقهم حق هذا حق في الصحه والتداوي وهذا ما نتناقشوش فيه. ايوا كيف يدخلوا احنا متفقين كيف يدخلوا معاهم الامن ولا كيفاش؟ احنا قعدنا نتناقشوا في النقطه هذه دخلنا معنا الامني دخلناه لداخل وريناه الشومبر وريناه كيفاش اسكو هذه البلاصه هذه ابت انه يكون فيها انسان بالخطوره هذه ولا انسان مصنف ارهابي خطير جدا اسكو هذا هي بوسيبل ولا مش بوسيبل. قال سي امبوسيبل انه يكون يقعد في بياس كيما هكا وما نجموش احنا نوفروا الحمايه الامنيه داخل الوتيل خاطر تعرف اللي هو فما ريسك دو كونتاميناسيون للامن المرافق ولا اللي هو جرت العاده انه في السبيطارات باغ اكزومبل وفما ريسك نتاع هروب زاده نتاع الارهابي اللي متعلقه بهم شبهات ارهاب ولا رغم التاكيد التاكيد التام اللي هو الوتيل هذايا مامن الا انه صاروا انه هرب معناها شكون بيناتهم الزوز شنو الحل اللي لقيتوه؟ دونك احنا ما لقينا حتى حل قلنا دونك هذوما بالشر يدخلوا لهنا هما صحيح مصابين بالكورونا واحنا واجبنا ان ندويوهم اما يلزمني نحمي زاد المواطنين الموجودين لهنا لوسبيتاليزي اللي هما مواطنين عاديين ناس سيفيل ما عندهمش علاقه بهم حتى قضايا ولا ممارسات بالطريقه هذيك هذا يدو ام يلزمنا الامن للكادر ميديكال وباراميديكال وخصوصا المواطنين خاطر هما باش يقعدوا بجنب المواطنين مش من الطيب بيبان لي شومبر ميتها ميم با يتسكروا بالمفاتح وتحلوا من الداخل ما نجموش نخليوهم لهنا فما ريسك على العباد اللي موجودين. شنو اللي صار من بعد؟ من بعد احنا قررنا ان نغادروا دونك هذوما وتوجدوا لهنا احنا رانا مش نغادروا المركز. كي هددتوا بالمغادره شنو كان رد مدير المركز؟ احنا غادرنا احنا صحيح ما انت احنا غادرنا ليلتها خذينا لي باجاج بتاعنا وخرجنا ما الليله هذيك ما قعدناش صحيح اللي قعد كان المدير والسكرتيره نتاعو ليله كامله في المركز. فوالا اكهو المدير والسكرتير اللي هما معناها قايمين بالليجيرجونس ما فماش خدمات طبيه اللي صارت في السونتر. ما قعد لي بورتي ما قعدوش زاده؟ لا لي بورتي قاعدين خاطر هذوك يتبعوا لوتيل ما يتبعوش الاطار. دونك قعد كان مدير وقعد معه كان السكرتير اكهو وثلاثه ارهابيين والمواطنين يعني 169 بلد معناها باسيون. اي واللي فيهم شبهات ارهاب زاده قعدوا باتوا الليله هذيك باتوا في وحدهم ما ثماش حمايه امنيه خاصه بهم هم حمايه امنيه او مرافقه امنيه خارج الاوتيل قدام الباب دوريه على دوريه واحده هي تتنقل بين الكوفيد بوزيتيف والكوفيد نيجاتيف. استنى وديما موجوده الدوريه هذه ولا استثنائيه للثلاثه هذوما؟ لا لا ديما موجوده الدوريه هذه وقالوا لنا اللي هما قاموا بتعزيز معناها امني ما لاحظناش اللي فما تعزيز امني معناها بالعين المجرده ما فماش. بعد لكن الوتيل معناها يطل من جهه يطل على البحر من جهه اخرى يطل على دوز اوتيل اخرين من اليمين واليسار ولا بروتيكسيون معناها الامن موجود في الباب الباب الرئيسيه للسون. خرجتوا الناس الكل شنو اللي صار من بعد؟ دونك خرجنا يعطي الصحه سي مدير المركز يعطي الصحه والسكرتيره الحقيقه ان جرون برافو هما اللي قعدوا مرابطين رغم الوضع الاستثنائي يعطيهم الصحه واثري الجرونس ماشي مريض يتعب ولا حاجه. دونك من غدوة كتبنا خرجنا معناها صرحنا ووضحنا شنو صار بالضبط في وسائل الاعلام وكل شيء وجانا اتصل بنا مدير الجهوي وجانا تنقل لنا للسونتر لهنا عملنا اجتماع فسرنا له شنو مطالبنا ثلاثه اللي هما متعلقين اولا انه يوقع تحت الترحيل الفوري للثلاث العناصر هذوما او ثلاث المرضى وانه يوقع مدنا اللي فما مريض منهم ثالث هو حامل للفيروس. هذا المطلب الاول، المطلب الثاني هو توفير الامن في السونتر، اسكو ثم مؤهلات في السونتر هذايا باش يحتوي كوسوسوا هذوما العناصر هذوما ولا صارت قبل انهم جاونا دي افريكان عباد كلونديستان ما عندهمش دي بابي ما عندهمش هذوما مطالبكم صار ولا والثالث والمطلب الثالث هو ستاتو معناها نص قانوني منظم السونتر اللي هو توا احنا مازلنا انا كذب كل من يقول لي احنا المطلب الثالث صعب شويه دكتور صعب شويه هو نص قانوني لازم نصوص تشريعيه ومقترحات ومكتب نعرف
نعرفوا احنا ان الاستاتيو هذا يبدا شويه وياخذ برشا وقت وكذا، قلنا احنا نعملوا حتى اون بروسيدور، مش بالضروره ان ستاتيو، اون بروسيدور اكريت يوافق عليها جميع الاطراف المتداخله باش تنظم امور الخدمه لهنا، شكون نقبل شكون ما نقبلش. بعد صار خلينا نقدم شويه، بعد صار قدمت استقاله، شنو هو معناتها خاطر بعد ولا حطيت على الاستقاله؟ استقاله كتابيه. اونتر تون جانا اتصل بنا سيد حمود دبوب ديريكتور ريجيونال دو سونتي في مستير، وجانا عمل معنا ريونيون، ووقتها قالنا راهو لي بريليفمون اللي تعملوا في تونس، لي بي سي ار اللي تعملوا في تونس للثلاثة عناصر هذوما راهو طلعوا نيجاتيف، دونك باش يوقع ترحيله. دونك رجعتوا ترجعتوا على الاستقال. دونك احنا تراجعنا على الاستقاله الكتابيه، مي اوني مازلنا في حاله اضراب، الى انه خاطر لهنا هذوما طلعوا ثلاثه نيجاتيف، ما حليناش المشكله، المشكله تحلت جزئيا. انا نجم يعاود يجيني دي زيليمون. تو وينكم دكتور؟ تو وين موجودين انتم؟ خلينا نفهم حاجه. احنا تو فما ليكيب، فما دي مومبر اللي هما راحوا دو كادر ميديكال باراميديكال اللي هما راحوا، فما دي مومبر اللي قعدوا كونفيني، اللي خدموا الجمعه اللي فاتت قعدوا كونفيني، خاطر احنا نخدموا جمعه اون كونفينمون دو 14 جور. وين؟ في المورادي بيدو، في المورادي بيدو نعملوا كونفينمون. اي معناتها تو تخدموا بشتر ليكيب ليفيكتيف اللي موجود. هو اللي مازال الدكتور شفيق الصيف هو الوحيد اللي مسؤول على الحالات الاستعجاليه، وحتى ما بقى دونك مشكم دونك الاطار الطبي والشبه الطبي ماهوش قاعد يقدم في خدمات صحيه حاليا. ماناش نقدموا في خدمات صحيه في الوقت الراهن، وان شاء الله يكون يسمعوا فيه بعض رجال القانون وبعض بالموجود اللي نعرفون الكل. هذا ما يتسميش الامتناع على تقديم خدمات صحيه ما دامكم ترجعتوا الاستقال. احنا ماناش ممتنعين، احنا في حاله اضراب، انه اعطانا التمسنا شروط الاضراب، احنا تناقشنا مع السيد المدير الجهوي للصحه، واعطانا كان ايجابي شويه في التعامل مع مطالبنا، وقالنا لازم تكتبوا في هذا الغرض اون بروسيدور اللي توقفوا فيها الناس كل كيفاش يكون العمل نتاع السونتر. احنا تو كلمتني انت، تو احنا تو قاعدين نكتبوا في البروسيدور. هي ما الدكتور هذه من نهار معناتها صارت الحادثه نتاع وصول اللي فيهم شبهه ارهابيين نهار الجمعه. نهار الجمعه صارت الحادثه، دونك نحكي السبت احد واليوم اثنين ما فماش يكون يقدم في احنا نبعثوا الادارات، اسكو الادارات تخدم هي نهار الاحد؟ سامحني اي معناتها ما نجموش زاد على خاطر الادارات مسكره نمتنعوا على تقديم خدمات صحيه. احنا مش نمتنعوا، احنا لهنا انا سور لي زورجونس، اذا مريض تعب، اذا مريض استحق تدخل استعجالي احنا. لا سامحني، لا عاد الدكتور يعيشك، سامحني المدير، لا عاد سامحني، مدير المركز هو اللي قاعد واكدت لي مرتين تفرق لنا، انتوما اللي خرجتوا اللي قلت واي كيفاش يخليونا اللي فيهم شبهه ارهابيين ونسمعك، خرجتوا سي بون اباندون بوست، ومن بعد قلتوا هانا مش ندخلوا باش نقدموا استقالتنا، ومن بعد هانا قدمنا تولينا في اضراب. هي مش سيروا لها هكا بالطريقه هذه، فما حاجات اخرين استجدوا باش احنا، فما حاجات اخرين استجدوا، معناها كي تناقشنا مع السيد المدير الجهوي وقالنا راهو دونك تراجعنا على الاستقاله الكتابيه، انا مش معناتها احنا مش نرجعوا، معناها انا شو الضامن، انا نسالك سؤال اوترومو، شو الضامن اني نكون نرجع نخدم وتعاود تجيني امبيلونس واحده اخرى فيها دي تيروريست؟ ما تنجمش تحكم على النوايا، عدم الحكم او الاستباق على نوايا او احداث ما صارتش، سامحني عاد احنا قانونيا فاش قاعدين نحكي ونناقشوا نعم قانونيا فاش قاعد نناقش انا تو ماشي فاهم راك، اما سي الدكتور انا زاد اليوم راهو اللي تحكي لي فيه اباندون بوست وصفه الاضراب، فما تراتيب، وكانك عندك اي اتصال باي طرف نقابي تو يقول لك اش معناها اليوم تدخل في اضراب، تراجعت على استقالتك زاد اليوم، دونك ترجع نفس البوست اللي فيه تقدم وتطالب انا زاد اليوم، وكي توفى لي انا حد اليوم شنو نعمل انا اليوم؟ احنا قلنا الحاله الاستعجاليه. ما عادش نحكيو، الاستعجالي دكتور شوقي والسكرتيرة يعطيهم الصح، هما يامنوا من الاول، هذوكم مش داخلين في اضرابكم، ماهوش داخلين في استقالتكم، دونك اليوم نحكيو على زوز وضعيات يمشيو مع بعضهم اون باراليل، هذيك وحدهم نحكي عليكم انتوما اللي قدمتوا خرجتوا وقدمتوا استقاله وبعد تراجعتوا عليها، اما ماكمش قاعدين تقدموا في خدمات صحيه. هاكا تو تفهم. علاش احنا توا تراجعنا على الاستقاله وقعدنا ما نمارسوا في النشاط نتاعنا؟ لانه ما عنديش انا لهنا ان ريغلمون انترن ولا ان قانون. تعرفوا اليوم تعرفوا ما ثمش فوزيت كونسيون، ما عنديش ستاتو، فوزيت كونسيون، دكتور كي بديت من الاول شنو؟ شكون يتبع؟ دكتور شكون يتبع السونتر هذا؟ عندك على الراس والعين، ويعطيكم الصحة بك الظروف الاستثنائية، ومانيش باش نناقش فيه هذاك الكل، ولكن ظرف استثنائي وقبلتوا به من الاول. تو اللي تقول لي ما عندي ستاتو، كي زدت حكيت شويه قلت لي كي تجيني امبيلونس، وكي ما تجيكش امبيلونس، وكي يكمل الامور الكل لاباس ويكمل ستاتو. ظروف العمل لهنا سامحني، احنا لهنا. ما نجمش زاد انا راني نحل سونتر وبعد قال شنو انا ما عنديش.
دكتور زاد معناتها كمي معناتها شويه تضحيات نطالبوها اكثر منكم انتوما بعد التضحيات اللي قدمتوها. من 4 افريل دونك حتى انسان ينجم يزيد علينا في التضحيات من 4 افريل. قلت لك نطالبوا اكثر يا دكتور تحيه كبيره هذه. احنا توا نخدموا لهنا من نهار 4 افريل معناش ظروف ملائمه للخدمه. مام الدويات نشريو فيهم من عندنا معناها الدويات اللي موجوده لهنا ما عندناش حتى شكون يجيب لنا الدويات. ما عندناش ان ستاتي لو سونتر. شنو معناتها ان ستاتي لو سونتر؟ مانيش مطالب اني انا تعطيني نص قانوني تعمل لي نعملوا اون بروسيدور ورقه شنو فيها شنو مطلوب انا شنو مطلوب مني كطبيب وانت شنو مطلوب منك كامني والاخر شكون شنو مطلوب منك اونتر تون يا دكتور اونتر تون شو يصير؟ اونتر تون فوالا انا اسور انا اسور لي زورجونس دكتور شنو معناتها تحكي لي اليوم يا دكتور علاش تقول لي اون اسور؟ اسمعني فو با اون تران داسوري لي زورجونس فيو اللي انتم خرجتوا ورجعتوا قعدت كان المدير حالته استثنائيه المدير موجودين. قدم صح موجودين. معكم صح معكم ليك. في الاستقاله المدير صح ما صحاش معنا في الاستقاله دونك خليه دونك خليه وحده هذاك خليه هذاك هو نسكت انا ونمشي على روحي معنا ولكي معناها هذاك يحكي هو تفضل تحكي على لسانه معناتها ليكيب الموجوده لا مش نحكي على لسانه ليكيب هو تنجم تتصلوا به وتثبتوا اسكو احنا اون غريف ولا وشنو مطالبنا ونجم هو يفسر لكم زاد. اما انا نحكي لك ليكيب اللي تخدم نورمالمون السمان هذه موجوده في المرادي كونفيني اذا ترأي ترى هي باش تدخل زوز من الناس هما احنا مش ليكيب الكل باش نهبطوا نخدموا لان نخدموا جمعه ونرتاحوا 14 يوم انا نعملوا ان كونفينمون 14 جور. ليكيب اللي هي سيبوزي تخدم نهار السبت الجاي هما موجودين في المرادي زوز من الناس زوز اطباء داخلين متعاقدين اللي هما موجودين مع دكتور وصيف اما يسون اون غريف ويدخلوا كان في الحالات الاستاجيريه. انا كتوا ما مانيش نخدم توا خاطر انا جو سوي دون لي 14 جور دو كونفينمون. باهي دكتور ومش من المعقول زاد اليوم اني نبعث ثلاثه مصنفين عندهم شبهات نتاع ارهاب وقول اي اجا داويهم في ظروف مع الناس سيفيل عادي ماهو زاد معقول اليوم فهذايا زاد نسمعك على الاخر معاك راهو دكتور فاهم هذه زاد ماهيش معقول اليوم. ما عندي حتى مشكله اني ما عندي حتى مشكله اني نداوي ارهابي ولا نداوي اي شخص كان خاطر انا ما تهمنيش الحكايه هذيك اما اللي يهم بقدر ما يهمني اني انا ما نكونش اريس خاطر الكود ديونتولوجيك يقول لك اميدسان اريس راهو اي نو في با لا فونكسيون اي لي باسيون الموجودين لهنا ما نجموش نحطوا مع بعض صغار ونساو كبار ان شاء الله نلقاو حل دكتور ان شاء الله نلقاو حل الحقيقه ان شاء الله نلقاو حل دعواتنا تمسنا ايجابيه من عند سي حموده باب اللي هو ديريكتور جينال دو سونتي وقالنا تكتبوا لي في الغرض البروسيدور ونتوافقوا فيها الناس الكل ونشوفوا ونزيدوا نعملوا على اكثر على تضحياتكم اللي اكثر من الناس الكل احنا معنا حتى رانا نزيدو نعملوا عليكم انتم نطالبوا منكم حوايج اكثر من طاقتكم اما راهو ماهوش غريب عليكم دكتور ان شاء الله يكونوا الناس كل في المستوى. تحياتي لك انت مره اخرى ولكل الاطباء والطاقم الطبي وشبه الطبي اللي اليوم في هالظروف الاستثنائيه قاعدين يزيو في خدمات شفتوها كيفاش. هذا موضوع اخر تم الكشف عليه في زوم 73 ساعتنا الثانيه تبدا توت سويت ما تبعدوش انا راجعين. زوم 73